الإخوة الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وهذه الآية ترجم عليها الإمام الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ودي أخواننا طريقة قرآنية في أن الله سبحانه وتعالى يقرر التوحيد في قلوب العباد، وذلك ببيان ما له من الصفات المثلى التي بلغت في الكمال غايته، وبضدها تتميز الأشياء، فيذم الله سبحانه وتعالى المشركين ويبين أن ما عبدوه مع الله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات النقص فلا يستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى. ده من الأساليب القرآنية. عشان كده الداعية اللي بيجي يقول لك كلموا الناس في الخير بس وما تكلمون في الشر، ده داعية مفروض يفتح له محل بتاع ليمون، هدي أعصابك والله، لأنه أنت ما قدمت للبشر دي معلومة. أنت لابد توريه منه القرآن وصف الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال، ووصف المعبودات مع الله حتى لو كانت صالحة بما يليق بها من صفات النقص التي معها مع اتصافها بهذه الصفات لا تستحق العبادة. عشان كده ربنا أنكر على المشركين، وده يدل على قلة عقلهم. ربنا قال أيشركون، الهمزة دي الألف ده بتاع الاستفهام ده للإنكار والتوبيخ، كويس. ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، دي أول صفة. كيف أنت تجعل لله عز وجل شريك تصرف له العبادة وهما خلق مع الله حاجة؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا، وشيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء ما بيقدروا له. وربنا ذكر له أمثلة في القرآن، لا بيقدروا للنقير، لا بيقدروا للقطمير، لا بيقدروا بالفتيل، ربنا ذكروا في القرآن، ولا بيقدروا على خلق الذباب ولا على خلق العنكبوت، ولا بيقدروا على أدنى من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أمثال كثيرة. يا أيها الناس، تحدي، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، الرسل، الملائكة، الجن، الإنس، كلهم من دون الله، لن يخلقوا، لن من أدوات نصب الفعل المضارع، ما بيقدروا، أداة نفي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ربنا قال وإن يسلبهم، شوف بعدين الضبانة كيف، ما بتجي لأبوك الشيخ بتقدم له طلب ولا بتقول له عن إذنك، بتجيك طوالي، شنو في الأكل طوالي أكل الشيخ. بعدين الضبان يمكن يكون عقل من الدرويش، ما بيمشي إلى المهيوبة، بيمشي مع السمينة مع الشيخ. شيخ تلقاه جايب له عتود، الساعة 2 صباحا تلقاه بمصمص في العظام، عرفتها، ضارب عتان، وبعد ده واحد عامل فوق راجل وماشي مودي مرته للشيخ، الله يعوضك، فهمت يا زول؟ ده ليه 2 صباحا بيقزقز، انت مهوم ولا شنو؟ والله دين لو شغلوه مع التالة صلحوا لنا البلد دي تصليح جد، عرفت؟ المهم ربنا سبحانه وتعالى اخواننا ذكرهم بصفات النقص، فربنا قال لك ما بيقدروا يشيلوا الأكلة الذبابة، ما بيقدروا يرجعوا. وده يا أخواننا هذه الآية تصلح في الرد على كل من عبد مع الله غيره من النصارى البر الدين. ربنا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
طبعا في واحدين كده عاملين فوق انهم احاسيس مرهفة وما في داعي يعني النصارى ديل تتكلم معهم ما تجيب لهم ايات الجهاد. يا زول انا على كيفي انا؟ ما على كيفي انا. ربنا قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ده اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. ما بيقدر النبي عليه الصلاة والسلام يزيد حرف فيما اوحى الله اليه. عرفت؟ عشان كده يا اخواننا ربنا قال كده، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. السبب شنو؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، لأنه كلام باطل وفارغ. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ربنا سبحانه وتعالى العظيم الكريم، ربنا عز وجل الذي له صفات الكمال لا يشرك معه أحد ولو كان صالح. شكل ابن القيم في الرد على النصارى قال: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. لو فهمت، إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ تعال انت يا العلماني اللي بتقول يعني بتقول عيد ميلاد مجيد، تعال انت بتاع مجيد ده، تعال جاوب لنا على السؤال ده. إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ده إله ما بيستحق لأنه ضعيف. وهل أرضاه ما نالوه منه؟ هو رضا لما انكتلوا؟ لو قلت رضا قال لك فبشراهم إذا نالوا رضاه. ما خلاص مش رضوا؟ كتلوا الإله بتاعك، مش كتلوا عيسى يا النصراني، كتلوا عيسى اللي هو إلهك. هل عيسى كان راضي؟ لو قلت كان راضي خلاص هم كتلوه ورضى عنه. قال: وإن سخط الذي نالوه منه فقوتهم إذن أوهت قواه، معناه هم أقوى منه. قال: وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرتهم وقد سمعوا بكاه، وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه. ربنا قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ربنا بعد ذكر خلق السماوات وقفت من غير عمد ونزل لنا الموية والأمطار والزروع والمنافع العظيمة، ربنا قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. ربنا سبحانه وتعالى يمسك هذا الكون أن يضطرب. لما هم قالوا إنه عيسى مات، الكون كان ماسك منه، والناس في الثلاثة يوم حقتهم دي طبعا من الليلة لغاية شهر اثنين في أعياد بتحير المجنون ذاته، أعياد عجيبة منها قالوا عيد شم النسيم. يا أخ إنتوا الشغلة دي كيف؟ عيد شم النسيم قالوا يسوع اللي هو إلههم لما دفن أثناء ثلاثة يوم فتح القبر شمه وتاني جراجع، ده عيد شم النسيم. بيجونا ناس بساكين من أبناء المسلمين يقول لك ماشين شم النسيم كده قبل نجي لأنه حرام ولا حلال. السودان فيه نسيم؟ انت بيشوف في الغبار يا أخي الله يهديك، مالك ومالو انت كويس. ودي كلها ده كله كلام باطل يا أخوان. عشان كده قال لك: وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه. لما كان الناس في الثلاثة يوم ديل بدعوا الله والمخلوقات، من كان يستجيب دعاءه؟ أم هل تعطل الكون؟ قال: وهل
وهل بقت العوالم بلا إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة هو رجع براو؟ أم المحي له رب سواه؟ هذه تحلوها كيف يا نصارى؟ وإنت العلماني القاطع نص زي أبو الزنان وبتفتكر، تعال افتكر لنا، تعال افتكر وجاب على الأسئلة دي كويس، تعال جاي. قال ويا عجبا لقبر ضم ربا، قبر يضم الرب سبحانه وتعالى، وتقول لي لا الأديان واحد وكلنا إخوة، لما إخوة، ما إخوة، تسمية تشدد، تسمية تنطع، ما إخوة. ها ربنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دي جملة شرطية الآية دي، فهمتها؟ لما يوحد الله أولا ويقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وانت علماني بيشكك ده ذاتك بتكفر، بعد نقيم عليك الحجة، فهمت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. بعد تشهد الشهادات دي، كيف انت تكون بتشهد انه لا اله الا الله وحده لا شريك له ودار تجي تحتفل مع النصارى في اعياد ميلاد ودار تجامل على حساب العقيدة؟ تبا لهذه الافكار، عرفتها؟ ولذلك اخواننا اول حاجة ربنا وصفهم بصفات لا يستحقون معها الالوهية، ما خلقوا حاجة. دين النصارى انتهينا منهم، جو ناسبوك الشيخ، عرفتها؟ احنا المسلمين ذاتهم دارين غربال، والله الغربال ده كان هزيته مرتين اظن يقفوا لك ناس بصاق. وربنا قال كده، ربنا قال وقليل من عبادي الشكور، انت خليك من القليل ديل، زي ما قال الفضيل ابن عياض رضي الله عنه ورحمه، قال الزم طريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ما تيجي تقول الموت مع الجماعة عرس دروا ومنودة، ها بعدين بتجي انت براك وكلهم آتي يوم القيامة شنو فردة، طبعا ده بيكونوا شايلين الفتوى بتاعت ابو قرون، يا ليل ليلك جكن ولدك في جوف تمكن لرب الخيل جكن دربهم زلقيب مطيا. صحيح اعترفوا براو، عرفتها؟ قال يوم الحلوق الكظم ابو قرون بجيش تنظم، زي ما قال ود بدر ولا يا مهدي، كل الاحزاب في السودان بفضل الله تعالى رقدت رز قدام الدعوه السلفيه، بفضل الله، ما بفضلنا نحن، بحمد الله بيقوا جارين للبلاغات بس، علماني حزب امه، حزب شيوعي، حزب بعثي، حزب ناصري، كيزان وطني ولا شعبي، عرفته؟ بتاع انغازي صلاح الدين، التكفيري اللي اسمه الجزولي، عبد الحي يوسف، عرفته؟ حزب البهجه والمسره، كلهم صوفيه بطرقها كلها، بفضل الله ما قادر اتنازل، بفضل الله، بس قالوا الشباب ده بتاع النبس، ويمشي يفتح بلاء، انا ما نبستك، انت القتة في كتاب ود بدر اسمه سراج السالكين، قلت انه الشيخ مالك الكون، قلت انه الشيخ بيتصرف في الكون، قلت انه احمد الطيب ربنا سبحانه وتعالى اداه الكون 33 سنه فلم ينقص منه جناح بعوضه، قلناه نحن. امشي افتح بلاغ، امشي لاهاي، امشي اي محله دايره، جزاك الله خير قاعده. القادريه هنا قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، كم حصحاصة عارفة، وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي، أنا الذاكر المذكور في كل مضمر، أنا الشاكر المشكور في كل نعمتي، أنا الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. أمشي أفتح بلاء، محمود محمد طه
قال الإنسان بيتخلق بأخلاق الله لغاية ما يبقى هو الله، ده مجرم وملحد وكافر، أمشي أفتح بلاء. الشيوعي قال وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله، ده كافر، أمشي أفتح بلاء. البرعي قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم. إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أمشي أفتح بلاء، فهمت؟ الخدمية قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. أمشي أفتح بلاء، حزاف فارغة ساكت، عرفت؟ مطلع اليوم كذب كذب عليك الله. شوف شوف الشغلة دي وصلت وين يا ناس، ما قادرين على السلفيين. زمان الأحزاب بتستهتر بالسلفيين، يجيك التراب يقول لك هؤلاء دعوهم يتحدثون عن القباب، لأن الأخوان المسلمين همهم كله في السلطة. قال حتى نكسر كل القباب وندع لهؤلاء قبة واحدة حتى يكون لهم موضوع، ويضحك، عرفت؟ يضحك ضحكة الخبيثة دي، ما طلع فوق أولاده دقوا بيت دلجة، عرفته؟ بعد ذاك هلك، ربنا ريحنا منه. ودي كانت نتائجه العايشين الآن، دي نتائجه. ده واحد، عرفته؟ ده واحد استفدنا منه شنو؟ الأحزاب العلمانية كان بتقول النازل ما فاهمين حاجة. طيب ما تجوا تناقش، تعال ناقش، ما قادر تناقش ليه؟ ليه؟ لأنه السلفيين ما موضوعهم يا أخواننا في الدنيا، ما موضوعهم في أكلنا وشربنا. والله نحن إذا خلوا لنا ديننا ده وما هبشوا نربط مش حجر، نربط لستك بتاع عربية ذاته، عرفته؟ ما عندنا مشكلة ولا عندنا شغلة بسياسة ولا حكم ولا تجوعنا ولا تعطشنا، والله ما سالنا، لكن بس ديننا شنو؟ ما تجي جنبه. عشان كده ما بيقدر يجوا للسلفيين، ما بتقدر. طيب انتوا يا العلمانين في السودان كلكم، وبالمناسبة في علمانين أكبر من أجدادنا ذاته، والله عزيزي الصادق المهدي المقرج ده زول أكبر من الكبر ذاته، عرفته؟ ما قادر تناظر، تعال ناظر. الخاتم داك بجبة تم قلبنا ده قاعد في مصر، تعال ما طافش ما شوين، تعال ناقش، عرفته؟ شيوخ الطرق الطيب الجد، تعال. ومشوا له ناس تيار نصرة الشريعة، والله، ومعهم عبد الحي يوسف، ومعهم أنصار السنة، والله معهم منه مختار البدري، عرفته؟ صفوجية، تخيلوا يا سلفيين، الصفوجية اللي كانوا بيقولوا البنطلون حرام، وقعدوا مع الطيب الجد، مع الصوفي الطيب الجد، ها؟ ومعهم مهران ماهر، ديل ما أصلا أخوان مسلمين، لكن نحن ديل الصفوجي ده بيتكلم لك هؤلاء وإنهم متشددون. أنت ما جيت مع الصوفي، أنت معاه وركبت معاه سرج واحد، عرفته؟ وإن ما جات المناسبة أنا ما بجيبك، عشان تعرفوا يا أخواننا دي مؤامرة على العقيدة في السودان، وإنه زول بيقف حجر عشرة قدام أعداء الدين غير السلفيين في العالم ماف، والله، عرفته؟ ونحن جاهزين بفضل الله. في السودان مش انتم ما قدرتوا على الشغلة دي، عرفته؟ جيبوا اللعيبة البرة، جيبوا الجفري، عرفته؟ جيبوا جورج واشنطن، فهمت؟ جيبوا يهود باراك ولا اسمه منه، جيبوا الكبار ديل، جيبوهم خلينا ناقشوا بدلكم. ما بتقدر، دي حجة ربانية، ربنا تحدى بالبشر مما ربنا نزل القرآن لغاية ما تقوم الساعة. ربنا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. يا صوفي تمشي تفتح بلاغ، قال فتحوا بلاغ وعاملين إشاعات في الفيس إنه مزمل قبضه وما مزمل قبضه، وهي الدعوة ذاتها ما مربوطة بشخص يا بشر يا علمانيين ويا صوفية. انتوا قالين انا زيكم، ابوك الشيخ مشى انجلترا، الطريقة كلها بتمشي انجلترا، والله ما شفت الشيخ اللامين وقت طردوه وكسروا له الزاوية حقته، انتهى خلاص. ليه؟ لانها دعوة مادية بتاع الدنيا، وهو ذاته ما فاهمشي، فهمته؟ وهكذا الاحزاب، لكن نحن ما مربوطين ببشر يا بني آدمين، نحن تعليماتنا ودعوتنا بفضل الله ما بتقف لموت بشر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما
لما أشيع قتله عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وبعض الناس في بداية الأمر رجع وقالوا مات رسول الله فعلى ما نقاتل، أنس بن النضر قام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، قال وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، قال ثم قال قتل رسول الله فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفته؟ فكونوا داعية من دعاتنا من أخواننا الأفاضل يسجنوا، ده ما بوقف الدعوة، انتم ما فاهمين. زمان الترابي قال هؤلاء ينتشرون انتشارا تلغائيا، تعرف تلغائيا دي كيف؟ ده زي الانشطار النووي، من الذرة الواحدة بيمرق لك 14 فوتون وبروتون، ومن البروتون الواحد بيمرق لك تاني 500. الشغلة دي ماشية لأنه دي دعوة ربنا سبحانه وتعالى. نبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ده الإسلام حينتشر جوا عين المعارضين وجوا عين المعاندين. فكونك تقول إنسان إنه يعني اعتقلوه أو سجنوه حتى لو كان صح، وكلام كذب، كلام كذب، كلام بتاع مشاطات، كلام بتاع مشاطات، برضو أمشي أفتح بلا، فهمته؟ ما عندك موضوع، عرفته؟ ده ما بوقف الدعوة يا مسكين. قدر ما تفتح بلا الناس ذاته بيقبلوا على الدعوة زيادة، بيقولوا الزول ده ما له فاتحين فيه بلا، أهجة دي شنو؟ يقول لك كده نشتري الجرائد بكرة، اشتروا الجرائد بكرة أن احنا بننفي ونقول لهم أن احنا سجنونا في التوحيد، والتوحيد إنه تعبد الله براه، والصوفي ده بيدعو غير الله، ولو دعيت غير الله ده شرك بالله سبحانه وتعالى. تاني ناس جداد بيعرفوا التوحيد، فهمت؟ قدر ما تسجن، عرفته؟ قدر ما تحاول إنك تحارب، قدر ما إنك ترمي بالشائعات، ده شيء بيخلي الدين ده بيمشي لقدام، عرفته؟ فأنت أفهم يا علماني، أفهم. أنت ما سمعت بقصة الغلام، الغلام والساحر في سورة البروج؟ ربنا قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الساحر الغلام، الملك عنده ساحر، عنده ساحر، الساحر عجز دار يموت، قام قال له أنا دار أموت جيب لي زول أعلمه، جاب له غلام ذكي. ده مختصر القصة. الغلام بقى يمشي للساحر في الشارع بتاع المشي للساحر، في واحد راهب، ده الدين كان زمان حق في زمنه، بقى يسمع للراهب، لما يمشي للساحر يقول ليه تأخرت ليه، يقوم يضربه، لما يجي راجع تاني بيقعد للراهب، لما يمشي لأهله يضربه يقول ليه تأخرت ليه. فشكى للراهب، الراهب قال له إذا مشيت للساحر قل له أخرني أهلي، وإذا مشيت ما خرني الساحر، لغاية ما انتشرت دعوته. والملك، الملك ملك عديل، ملك، الملك جابه دار يقتله، قال لي ناس ارفعوا في الجبل الفوق، عرفته؟ ارفعوا في الجبل الفوق وقولوا له ارجع عن دينك، اذا ما رجع عن دينه ارموا من فوق الجبل. لما طلعوا بال الجبل، الجبل فوق، طلعوا بال الجبل فوق، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، قال فرجف الجبل فهلك هؤلاء، قال وسلم الغلام ثم جاء للملك. ما شرد أسي، أنا لو ربنا فكاني أنا ذاتي ممكن أمشي صح أفوت، لكن بعد ده هو ما فات، تاني جاء وراجع. شوف الكلام ده كيف، ده إيمان عجيب. تاني قام قال له انت جيت راجع وينو أصحابك، قال لهم كفانيهم الله. شوف التوحيد كيف، شوف الغلام ده ربطهم بالله، ما قال لا انا دعيت الله وربنا استجاب لي. وبعد ذاك شوف يجيك واحد صوفي يقول له طبعا نحن عندنا كرامات شوالهي، عرفته؟ قال له تاني ركبوا في مركب واتوسطوا به والبحر، في نص البحر، قال لهم اذا ما رجع غرقوه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، انقلبت المركب وغرقوا وربنا مرق الغلام. انت اصلا، وده اخواننا فيه فايدة للموحدين، انت اخذ بالاسباب الشرعية
ربنا سبحانه وتعالى أمرك بها، وأعظمها التوكل على الله، وخذ بالأسباب المادية. وتاني النصرة ما حقتك انت، دي حقت الله. لما موسى عليه السلام قالوا جاءوا 1,600,000 فارس، فأرسل في المدائن حاشرين، إنها والله ده نفس كلام الجماعة دي، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قاموا جمعوا الجيوش حقينه موسى عليه السلام قدام البحر ومعه أصحابه، وبيجاي الجيوش. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وما كان يعلم موسى إن ربنا جعل له سبب عصاته، ما كان يعلم. بعد ذاك ربنا نجاه. عشان كده انت خليك معلق بالله، انت قول الحق بالأسلوب الشرعي وبالحكمة التي أمر الله بها وبالدليل وبالعلم وبالتي هي أحسن. بعد ذاك اللي بيحصل يحصل، عرفت؟ بعد ذاك لما جاءوا راجع تاني قام قال له يا الملك داير تقتلني، قال له واي، قال له تجمعني في صعيد واحد وتقوم ترفعني فوق، تصلبني فوق وتشيل سهمي من كنانتي وتجره وتقول بسم الله رب الغلام، كده انت بتقدر تقتلني؟ لو ما عملت كده ما بتقدر تقتلني، عرفته؟ البليد داك ما بس دار يتخلص منه، بس بليد أبلد من حذائي نعل الحمار، فهمته؟ قام جمع الناس. ودي برضو نحن بنوصلها لبتاعين الجرائد وبتاعين الفيسبوك وبتاعين المواقع، مش دارين تتخلصوا مننا وتكسروا المنهج السلفي. تب جيبوا لنا أكبر رؤوس بتاعين أحزاب، جيبوهم كده، نحن بنعمل لهم دكة بتاعت احتياط، جيبوهم أكبر استاد. لو الاستاد ما شالوا، السودان ما شاء الله أراضيه فاضية، نحن بنتبرع عليكم بترحيلات، ترحيلات لمحل المناظرة، مناظرة عالمية، فهمتها؟ الحق يبان فوقها عشان الناس دي تمشي لقدام، عرفتها؟ وجيب شيوخ الطرق خطهم في الصف الأول، وبتاعنا الأحزاب في الصف الثاني، كلهم جيبهم وساونات وندور مناظرة وعملها مباشر، بتقدروا؟ لكن الليلة السلفيين الدعاة يجي ينبزوهم ويشوهوا صورتهم وسمعتهم، عرفتها؟ ويقولوا حرية في تلفزيون السودان، بيجيبوا الاحتفال بميلاد المسيح، إنه الله عنده ولد. ربنا قال تكاد السماوات تنشق منه وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ونحن لما نجي نقول دارين نرد يقول لك لا متشددين، لأنه خايف ما تغشك الصلعة. والله هذه الصلعة أنظف من صحن الصيني بعد غسله بالماء وصابون تايد، فهمتها؟ ما عنده أي حاجة. أنت لو راجل عديل وراكز، تعال خش معانا في مناظرة عشان ننجمك. فنحن بيننا وبينكم الحجج، وده منهجنا، وده أخواننا اللي بيأثر فوقهم. ونحن والله لا عندنا عكاز ولا عندنا سلاح ولا عندنا تفجيرات ولا عندنا ضرب للناس، ولا بنملك نغير بيدنا، لأننا نحن ما حكام. نحن بنعمل الأسباب الشرعية ربنا أمرنا بها، بنتكلم للناس، بننصح. ودش الغايزهم شديد، غايزهم شديد كل الأحزاب الموجودة. فعشان كده أنت ما تعتبر روحك لو فكيت إشاعة إنك بتحارب. والحمد لله يا أخونا الشيخ مزمل، نبشر جميع الناس تمام، ومن قبل لافي في الخرطوم دي مقدقدة كلها، فهمت؟ زي ما قال داك قددنا، فهمت؟ لافي وما عنده أي حاجة، ونطمن الناس. وده ذاته خير، في ناس كتار بدوا يظهروا يا أخوانا، الزول ده كيف، فهمت؟ أنت بتضيع في زمنك يا زول. ربنا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فانت ما تبقى انسان ما عندك فهم، دار تحارب الحق والدين بالكذب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصر المسلمين بدينهم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.